بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد، فشكر الله إمامنا أسمعنا كلام ربنا ولنا أن نقف مع بعض ما سمعناه من كلام ربنا، ما عساه أن يشرح صدورنا ويرفعنا وينفعنا في الدنيا والآخرة. من أول تلاوة الإمام من قول الله جل شأنه: يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. نقف مع اللعن. الله قال: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. الله جل شأنه يفعل ما يشاء ويريد، لا معقب لحكمه، وهو أعلم بخلقه، له الحكم سبحانه وتعالى. لكن هل يجوز لأحد منا أن يلعن أو يتصف باللعن؟ لا ينبغي لمؤمن أن يتصف باللعن، ولا يجوز له أن يلعن مسلما ولا كافرا بعينه حيا. فلا يلعن إلا من عرف أنه من أهل النار، إما من لعنه الله جل شأنه بعينه، أو عرف يقينا أنه مات على الكفر فهذا. لكن لا يكون المؤمن أيضا لعانا يعود لسانه على اللعن، فلا فائدة في أن يلعن إنسانا هو من أهل النار. وأما اللعن بعموم، لعن الصفة، أهل الصفات، لعن الكفار، لعن المنافقين عموما من غير تعيين، فهذا أمر جائز جاء به القرآن، وهذا من باب التنفير والتقبيح وبيان الوعيد. لكن أيضا لا ينبغي للمؤمن أن يعود نفسه وأن يلعن، لكنه أخف من أن يعين. إذن اللعن بالعموم، بعموم الصفة، إن الله لعن الكافرين، أولا الله جل شأنه لا معقب لحكمه، لكن باعتبار المكلفين. فلو قال إنسان: ألا لعنة الله على الكافرين عموما، ما أصابت شخصا بعينه، لكنها نعم، الكافر الذي مات على الكفر، الكافر الذي يصدق أنه كافر، طيب وما الذي يدرينا أن هذا يموت على الكفر أو لا يموت؟ ما دمنا لا ندري لا نلعن بتعيين، لكن بإطلاق بعموم، فيشمل هؤلاء الذين قضى الله أنهم من أهل النار أهل اللعنة. النبي عليه الصلاة والسلام لعن 3 رجال، وقنت في رجال أثخنوا في المسلمين من الكفار، وآذوا المسلمين وأوغلوا في الأذى والخيانة، فقنت في صلاة الفجر كما هو مخرج في الصحيح من حديث أنس في غالب الظن، قال رسول الله: فقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم، دعا عليهم بعد أن رفع من ركوعه، قال: اللهم العن فلانا وفلانا وفلانا، 3 نفر سماهم بأعيانهم. فأنزل الله جل شأنه: ما تظنون ما الذي أنزله الله؟ استجابة لدعوة النبي. أولا، ما معنى اللعن؟ اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، كأنك تقول: يا رب اطردهم، ابعدهم عن رحمتك، يعني اجعلهم في النار، نعوذ بالله. من خرج عن رحمة الله فهو إلى غضب الله. وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم ظالما لهم؟ لا، لكن لأنه يعامل، لكن الله جل شأنه قدر أن يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فينزل قرآن يتلى إلى يوم القيامة ليعرف الناس الحد. ما تظنون نزل بسبب هذا الموقف من النبي عليه الصلاة والسلام؟ نزل قول الله جل شأنه: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. لا إله إلا الله. حتى النبي عليه الصلاة والسلام، طيب النبي مظلوم، دعا، نعم لو دعا قال: اللهم أهلكهم، نعم جائز مباح، يعني لا يعاتب عليه عليه الصلاة والسلام،
اللهم اكفنهم بما شئت، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، هذه من أدعية النبي عليه الصلاة والسلام. لكن قدر الله وقضى أن يدعو النبي عليه الصلاة والسلام ويلعن هؤلاء الثلاثة لينزل هذا الحكم، ليس لك من الأمر شيء، يعني هذا ليس من أمرك، هذا من أمر الله، ليس لك من الأمر شيء، يعني فيه. وفعلا أتى الله بهم مسلمين بعد ذلك، جاءوا مسلمين، هؤلاء الثلاثة أسلموا. فهذا درس عظيم. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو يلعن في القنوت، يعني دعاء، يقول يا رب لا ترحمهم، يا رب أخرجهم من رحمتك، لعنهم، فالله يقول ليس لك من الأمر شيء. وفي هذا فوائد، من أجلها أيها الإخوة إثبات بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، وأن له حدا لا يعدوه في مسألة إدخال الناس الجنة أو إدخال أو إخراج الناس من الجنة أو إدخال الناس النار أو طلب ذلك، هذا إلى الله. لذلك لما في الحديث الذي أخبرناه النبي صلى الله عليه وسلم عمن كان قبلنا رجل عابد وله أخ في المعاصي، كلما مر عليه على معصيته يعظه، ففعل ذلك مرارا كثيرا أياما، ثم لما مر عليه في آخر الأمر ولم ينزع عن معصيته قال والله لا يغفر الله لك أبدا. أخبرنا الله، قال الله عز وجل، أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام عن خبر له، ماذا قال الله؟ قال الله من ذا الذي يتألى علي، يعني يحلف علي، في خاصة من خصائص الله سبحانه وتعالى، قال لا يغفر الله لك، تعدى الحد، ما ليس لك. فقال الله عز وجل من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، لقد غفرت له وأحبطت عملك. لا إله إلا الله، لماذا؟ لأنه تعدى الحد. ما الذي جعلك تحكم على الناس تقول لا يغفر الله لهذا؟ في الحديث القدسي قال الله قد غفرت له، وهذا لما اغتر بعمله، الله أعلم بخبيئة نفسه، نعم هو في ظاهره الصلاح وهو يعمل الصالحات، لكن لما تعدى الحد جعله الله عبرة، نعم لم يسمى باسمه لكنها عبرة. نعود إلى مسألة اللعن. إذا لا يجوز لمؤمن أن يلعن وأن يتعود على اللعن، لكن على درجات. لو لعن شخصا عرف أنه من أهل النار، مثل من؟ مثل قارون وفرعون مثلا، فهذا ليس بمحرم، لكن هل في فائدة؟ لا تعود نفسك أيضا على اللعن، هذا أمر مقضي وانتهى الأمر. لكن لا يجوز لك أن تلعن حيا إلا من عرفت أنه من أهل النار، وأن لك أن تعرف هذا إلا من وحي، أو شخص مات على الكفر يقينا، عرفت أنه مات على الكفر يقينا، ومع ذلك ما الفائدة أن تلعن؟ إذن ابتعد عن اللعن. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. وجاء في الحديث لعن المؤمن لعن المسلم كقتله. إذا اللعن أمر عظيم وشديد، بل لا يجوز لعن حتى غير الآدميين، حتى البهائم. لما لعنت امرأة دابة لها، كانوا في مسير مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت امرأة على ناقة لها، فكأنها تلكأت الناقة فلعنتها، فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال أمرها أن تأخذ متاعها وأن تترك الناقة، قال لا تلحقنا دابة ملعونة. إذن هذا عظم أمر اللعن، ومن يلعن أمر عظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام وبعض الناس والعياذ بالله نعوذ بالله هو لا يدرك عظم هذا الأمر، يلعن أولاده وأهله، كل ما غضب لعن، نعوذ بالله، هذا إن لم يتدارك نفسه والعياذ بالله، وإلا فإنه على جرم عظيم. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى، قال لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم، نهى. واللعن أشد الدعاء، أشد، وأمر فيه مجاوزة. إذا كان لا يجوز للإنسان أن يلعن مسلما معينا حتى لو كان فاسقا، لكن اللعن كما تقدم بعموم، ألا لعنة الله على الظالمين، ألا لعنة الله على الفاسقين، هذا جاء عموما، لا لم يعين أحدا. فكيف يلعن أهله
من حوله والعياذ بالله. وبعض الناس كل ما حاول في ولده دعا عليه نعوذ بالله، وإذا لم يكن على ما يحب دعا عليه ولعن، بعضهم يلعن نعوذ بالله. وإذا كان في بعض متاعه أو دابته أو سيارته فلم توافقه ضجر ثم دعا ولعن، فهذه ذهبت بركة ماله وأدواته ودابته وما يملك، ذهبت بركته من كثرة اللعن، لأنه تصيب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا توافق ساعة يستجيب الله فيها. وحصل مثل هذا ويوقعه الله تأديب عبرة للناس. من الناس من دعا على ولده، الله ليس بظلام من العبيد، لكن هذا من تقدير الله جل شأنه، وإلا فإن الله ليس بظلام وليس ختالا سبحانه وتعالى، لكن حتى يعلم الناس هذا الأمر دعا مرة مرتين ثلاث، دعا أكثر من الدعاء، أيحب أن يستجاب له والعياذ بالله. وأما تقدير الله أن هذا يصاب بكذا لكن رتب هذا فيما يظهر على هذا، هذا من 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 حكمة الله جل شأنه، والله جل شأنه لا يعاقب أحدا بجرم غيره، لكن يظهر أمورا أحيانا يتأدب منها الناس ويتعظ منها الناس. فننتبه أيها الإخوة لمثل هذه الأمور، فنسأل الله أن يبعدنا عن اللعن وأهله، وأن يجعلنا من أوليائه. اللهم أدخلنا في رحمتك واجعلنا من أهل الرحمة، وجنبنا غضبك واجعلنا ممن رحمتهم وقبلتهم، واجعلنا من أوليائك وحزبك المفلحين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم صل على محمد، والحمد لله رب العالمين.